نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها قسيمة واحدة تفوز ب 758 مليون دولار في اليانصيب الأمريكي. فازت قسيمة لسحب اليانصيب الأمريكي بجائزة ضخمة قدرها 758 مليون و700 ألف دولار، وهي أكبر جائزة تربحها قسيمة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. وأمام الفائز سنة فقط ليتقدم بقسيمته ليحصل على جائزة، لكنه أمام احتمالين: إما أن يتقاضى المبلغ بالتقسيط على مدى 30 عام، وإما يحصل على الجائزة دفعة واحدة، لكنها في هذه الحالة تنخفض إلى نحو 480 مليون دولار. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، رقاقة تحافظ على العمود الفقري مرناً. إذا مشاهدينا، جاء في تفاصيل هذا الخبر الصحي: طور باحثون بريطانيون رقاقة تزيل آلام الظهر الشديدة تماما وتحافظ على بقاء العمود الفقري مرنا من خلال منعها احتكاك العظام ببعضها أو بالأعصاب. وبحسب الباحثين، فإن الرقاقة لا تقيد حركة المريض، بل تجعله يمارس نشاطاته دون الشعور بآلام الظهر المزعجة. واخترنا لكم من صحيفة اليوم السابع المصرية: إطلاق أول خدمة للتوصيل بطائرات من دون طيار في العالم في أيسلندا. بدأت أيسلندا في تشغيل أول خدمة في العالم للتوصيل عبر الطائرات من دون طيار في عاصمة أيسلندا، إذ تنقل تلك الطائرات مجموعة من السلع بما في ذلك المنتجات من محل البقالة والمطاعم أسرع بكثير من عربات التسليم. ومن صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين، التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: الآن يمكنك التقاط صورة 360 درجة من فيسبوك. أطلق موقع فيسبوك تحديثا جديدا يساعد المستخدمين في التقاط مقاطع مصورة ب 360 درجة من خلال تطبيق فيسبوك وتحميلها على الفور للعرض على التايم لاين داخل الألبومات أو المجموعات. وختاما مشاهدينا، من صحيفة الأيام البحرينية: في اليابان راهب آلي لأداء الجنازات. كشفت شركة يابانية النقاب عن راهب آلي تمت برمجته للمساعدة في القيام بمهام في معابد بوذية، بينها تلاوة الكتاب المقدس عند البوذيين في مراسم الجنازات.